بنتابع معاكم مقابلة مع الدكتورة نور. كيفك نور؟ الحمد لله. دكتورة أمال كيف صحتك؟ هلا أهلين. هلا فيك. عن إيش بدنا نحكي؟ بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو تأثير الكورونا على الجلد. هلا الكورونا مأثرة على كل إشي بالدنيا، كمان على الجلد. الجلد أهم إشي زاد يعني. وإشي بتشوفه يعني. بالكورونا. احكي لنا دكتورة، إحنا منعاني كل يوم عن يوم مع إشي كتير مهم، دائماً لابسين الماسكات، ولبس الماسك فترة كتير طويلة بيعمل خصوص الدكتورات مع العرق، مع الشوب، مع النفس، بتحسي إنه البشرة بلشت تعاني، سواء كان من دراينس، من نشفان، من حب شباب. كيف بيقدروا الصبايا والشباب يتجاوزوا هاي الفترة الصعبة؟ هلا طبعا احنا كل الناس عم تقضي وقت طويل، يعني ساعات ممكن الواحد يضل لابس الماسك. هلا الماسك له طبعا مدار وجود البكتيريا، هذا اذا عم يستعمل الماسك بالطريقه الصحيحه، اذا عم نغير الماسك كل يوم، اذا عم بنغسل كل يوم. انتوا اثبتت الدراسات انه كميه البكتيريا اللي موجوده على الماسكات يعني لا تصدق، يعني لانه صحيح الواحد ما عم يستعمل ماسك مثل ما لازم، لازم نغيره كل يوم، لازم تنغسل الكمامه كل يوم، بس هذا الحكي ما بصير طبعا. والواحد لما يكون نفسه جوا الماسك لساعات، غير انه احنا مغطيين هذه المنطقه لفتره طويله، كل الجو والانفايرمنت الموجود بالجلد وعلى الجلد رح يأثر على نوع البكتيريا، على الإفرازات اللي عم بتفرزها الغدد اللي في الجلد، طبعاً رح تزيد كمية البكتيريا والحب الشباب الموجودة بهذيك المنطقة. طيب هلأ إحنا مضطرين نلبس هاي الماسكات طبعاً، وأكيد لازم نحاول نغيرها كل يوم ونغسلها إذا النوع اللي بده غسيل يومي. كيف ممكن إحنا نساعد حالنا أكثر بأنه ما يصير عندنا مشاكل من لبس الكمامات هاي؟ طبعا هلا لازم قدر الامكان وين ما في مجال، طبعا مرات احنا مقيدين ولازم نضل في الكمامه فترات طويله، بس نحاول ناخذ استراحات منها قدر الامكان. الوجه يكون نظيف قدر الامكان، نغسله يوميا اكثر من مره اذا بنقدر، ونغير الماسك طبعا. بس مرات ما فيش شيء بنقدر نعمله ومضطر مرات نستخدم مواد علاجيه عشان نعالج الموضوع. هلا بالنسبه للصبايا اللي بيستخدموا ميك اب او بحطوا ميك اب، دو يو ثينك انه نقلل من استخدام موادات تجميل عشان نقلل من الريسك، لانه اوريدي مغطي هاي المنطقه، يمكن عشان ما يزيد احتمال انه يصير. واحنا بنعرف اصلا علاجيا اذا الجلد حطينا عليه ماده علاجيه او اي ماده وغطيناها، الابزوربشن والامتصاص تبعها رح يكون اكثر، فما بالك اذا احنا مغطينها لساعات طويله، فاكيد رح يكون التاثير اكبر. طب موضوع ثاني غير الكمامات، احنا صرنا نغسل ايدينا كثير، هي رقم واحد. رقم اثنين صرنا برضه نغسل ايدينا كثير بالمساحيق اللي فيها كحول. طبعا شو اثره هذا على ايدينا، وشو بتفضلي نستخدم الكحول ولا الصابون؟ هلا الحالات اللي عم نشوفها في العياده من الاكزيما اللي هي درجه مرضيه من الجفاف كبيره، وصارت درجتها يعني بالعياده كبيره، كل يوم عم نشوف كيسز من الاكزيما. طبعا تاثير التغسيل، تاثير المواد اللي عم تحطها زي اللي حكيت عليها الكحول، فبيصفي في عنا جفاف، حكه، بتوصل لدرجه انه في عنا شروخ في الجلد تدخل فيها البكتيريا، وبصير في عنا حالات مرضية. فهلأ قدر الإمكان يعني إذا بنقدر إحنا نغسل بالمي والصابون أصلاً أكثر فعالية من الكحول، بس طبعاً إحنا مضطرين مرات نستخدمها. نحاول نحدد من الكمية المستعملة، الترطيب كتير مهم، فقدر الإمكان خصوصاً للأشخاص اللي عندهم قابلية إنه الجلد يكون جاف أو يصير عندهم إكزيما، إنه نرطب قدر الإمكان. وطبعاً وقاية، إذا إحنا شفنا في عنا شقوق في الجلد نحاول نستخدم طبعاً بإشراف طبي الأنتيبيوتيك الموضعي، بس هي الترطيب أهم إشي. طيب دكتورة، اللي بتحسي إن عندهم مشاكل بالإكزيما أصلاً أوريدي، تنصحيهم إنهم يستخدموا الجلوفز اللي هي الكفوف البلاستيكية عشان تخفف عليهم انهم يغسلوا ايديهم، ولا ما بتفرق؟ الكفوف البلاستيكية معروف انها بتعرق الجلد كتير وبتزيد من كمية التهيج اللي في الجلد، فدائما انا بصحهم بس مش دائما بتزبط، انه يحاولوا يلبسوا كفوف قطن، ممكن يلبسوا كفوف مبطن، مثلا الناس اللي بيشتغلوا في البيت كفوف المطبخ في منهم مبطنين بقطن اصلا، او انه يلبسوا كفوف قطن تحت الكفوف البلاستيكية قدر الامكان عشان يخفف من العرق والتهيج ويمتص أي ممكن رطوبة تكون في الأجواء. وأكيد يحاولوا يبتعدوا عن لمس أي شيء، ما فيش داعي يلمسوه طبعاً.
طبعا اذا بيقدروا. طب شو نصيحتك للدكاتره اللي مضطرين 6 ساعات متواصله انه يضلهم لابسين الماسك، خصوصا اللي بيشتغلوا الله يعطيهم العافيه بنوجه لهم كل طبعاً الشكر، العاملين في القطاع الصحي اللي بيشتغلوا مع مرضى عندهم كورونا، اللي مضطرين انه يضلوا لابسين البابل هاي اللي على وجههم ولابسين الدبل ماسك، وشو ممكن نساعدهم هدول؟ شو ممكن نعملهم؟ شو ممكن ننصحهم؟ هلا بالنسبه للنصائح العامه مثل ما حكينا، بالنسبه للكمامات لازم تلتبس، اوكي؟ مرات ممكن يلبسوا شيء تحت الكمامه، شيء قطني يكون بخفف من الاحتكاك، بخفف من التهيج. مرات ممكن نستعمل كريمات عازله قدر الإمكان بحيث أنه تخفف من الجو الرطب في هذيك المنطقة. نفس الشيء للإيدين، قدر الإمكان مضطرين يلبسوا الجلوفز، ما رح يزبط أنه يلبسوا كفوف قطن، رح يغيروها باستمرار، يختاروا كفوف يمكن للجلد الحساس، أوكي، اللي ما بيكون فيها البودرة، بتكون أخف، وقدر الإمكان الترطيب، يعني يزيدوا ترطيب الإيدين والوجه طبعاً عند الإمكان. شكرا لك دكتوره نور على هاي النصائح الرائعه. دكتوره امال شكرا لك، وبنوجه تحيه كبيره وخاصه لكل الكوادر الصحيه اللي بيتعاملوا مع مرضى الكورونا في كل وقت وفي كل مكان. تحيتنا لكم وقلوبنا معكم، وبنشوفكم بالفقرات الجايه.